قال الشارح رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه. وقفنا هنا. قال فصل في زكاة العروض. العروض جمع عرض، العروض جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء، وتطلق على كل ما هو غير النقدين الذهب والفضة من صنوف الأموال. يعني كلمة العروض تطلق على كل ما سوى النقدين، النقدين يعني الذهب والفضة من صنوف الأموال، الثياب، البيوت، الفلوس التي الأوراق النقدية التي نتعامل بها. فالعروض تطلق على كل ما سوى النقدين من أصناف المال، يطلق عليه إيه؟ عروض. عروض بالضم هكذا، جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء. قال فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز. الركاز اللي هو بكسر الراء هكذا هو دفين الجاهلية، وسيأتي تفصيله. قال وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به. وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به. يعني التاجر مثلا عنده مثلا أقمشة، يتاجر في الأقمشة، يتاجر في الثياب، مثلا سوبر ماركت، يتاجر يعني في بضائع. معنى التجارة كما قلنا إيه؟ يشتري ليبيع ليربح، يعني لا دخل للصناعة في هذا الأمر. تجارة أشتري ثيابا أو أقمشة أو بضائع مكتملة لأبيع لأربح، يبقى تجارة يبقى لا علاقة لها بالصناعة. أنا أصنع مثلا الجبنة، الجبن، أو أصنع الحلاوة، أو أصنع، أنا الذي أصنع لأبيع، هذه ليست تجارة، هذه ليست تجارة، وبالتالي لا زكاة فيها. لكن التجارة أشتري شيئا جاهزا لأبيع لأربح، هذا معنى الإيه؟ التجارة. قال وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول. عند آخر الحول، يبقى إذن العروض تقوم عند آخر السنة، آخر الحول، لا في أوله ولا في وسطه. يعني لو عند آخر الحول، لو مثلا قبل آخر الحول بشهر،
هبطت الأسعار وأصبح وأصبح إجمالي البضاعة التي أتاجر فيها لا يبلغ النصاب قبل الحول بشهر، ثم مع تمام الحول ارتفعت الأسعار وأصبحت البضاعة التي أمتلكها بالغة للنصاب. فالعبرة بماذا؟ بآخر ليه؟ بآخر الحول. يبقى ليست العبرة بوسط الحول ولا بأوله، وإنما العبرة بآخر ليه؟ بآخر الحول. قال بما اشتريت به. طبعا يعني بآخر الحول لأن الوجوب في زكاة التجارة يتعلق بالقيمة ولا يتعلق بالعين، يتعلق بالإيه؟ بقيمة العين لا بالعين نفسها. وأمر التقويم في كل لحظة يشق، يعني لو أنا مثلا لو أخذنا بتقييم التجارة طوال الحول هذا يشق، هكذا لن نخرج زكاة. يعني حتى تكون قيمة البضاعة بالغة للنصاب طوال السنة هكذا يعني لن نخرج زكاة، لأن التجارة دائما هي أسعارها ما بين ارتفاع وهبوط، لأن التجارة متعلقة بالإيه؟ بالعرض وبالطلب. ممكن تجد سيارة مثلا سعرها اليوم 100,000 بعد شهر 150,000، أو بعد شهر 50,000، يعني ترجع إلى الوراء على حسب العرض والطلب، أو تزيد على حسب العرض والطلب. فيصعب التقييم طوال السنة وفي كل لحظة. فلذلك قالوا الاعتبار بالتقويم في آخر السنة اختاروه لأنه وقت الوجوب، وقت وجوب الزكاة، فاعتبر التقويم بوقت الوجوب. قال وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به. يعني أنا اشتريت البضاعة مثلا ب50 دينار ذهب، يبقى عند التقويم أقوم البضاعة بالإيه؟ بالذهب، بدينار الذهب. اشتريت البضاعة بالفضة مثلا ب300 درهم فضة مثلا، في آخر السنة أقيم البضاعة بالإيه؟ بالفضة، بقيمتها فضة. يعني أنظر لو كان قيمة البضاعة مثلا فوق 200 درهم فضة تجب فيها الزكاة، إن كان قيمة البضاعة نزل في آخر السنة أصبح مثلا 150 درهم فضة فلا تجب فيها الزكاة. هذا معنى قوله إيه؟ بما اشتريت به. بما اشتريت به يعني اشترينا البضاعة بالدنانير، تقوم في آخر السنة بالإيه؟ بالدنانير. إذا اشترينا البضاعة بالدراهم، بدراهم الفضة، تقوم في آخر السنة بالإيه؟ بدراهم الإيه؟ الفضة. هذا معنى قوله عند آخر الحول بما اشتريت به. هذا إذا ملك مال التجارة بنقد. طبعا قلنا النقد هو الإيه؟ الذهب أو الفضة، الذهب أو الفضة، هذا معنى الإيه؟ النقد. طبعا هو لأن المعاملة في القديم كلها كانت هكذا بدنانير الذهب والفضة.
هذا إذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته. يعني هذا، يعني هذا التقويم بما اشتريت به. اسم الإشارة عائد على الإيه؟ على تقويم عروض التجارة بما اشتريت به. ننتبه يعني إيه لعود أسماء الإشارة والضمائر. هذا ها يعني المذكور في تقويم عروض التجارة بما اشتريت به. يعني متى نقومها بما اشتريت به؟ قال إذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته. يعني هو اشترى هذه البضاعة التي يتاجر بها بعشرين مثلا، بخمسين دينارا في ذمته، يعني دين عليه. يعني حتى لو اشتراها بإيه؟ بالدين. يعني ذهب إلى التاجر واشترى منه بضاعة بخمسين دينار، ولكن هو لم يدفع الخمسين دينار، ولكنها إيه؟ في ذمته. طبعا وهذا معروف عند التجار، كثير منهم يشتري البضاعة ولا يدفع الثمن ويتاجر، ثم يأتي يدفع بعد ذلك الايه الثمن للتاجر. يعني هذا معروف بين التجار. او بغير نقد البلد الغالب. يبقى هذا اذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته، أو بغير نقد البلد الغالب، أو دون نصاب. إذا ملك مال هذا إذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته، أو ملكه، أو يبقى عائد على إيه؟ على ملك مال التجارة، أو ملكه بغير نقد البلد الغالب، أو ملكه بغير نقد البلد الغالب. يعني مثلا كان يكون النقد الغالب في البلد الدراهم، وهو ملك عروض التجارة بالإيه؟ بالدنانير. أو دون نصاب، يعني كان رأس المال نقدا يعني من الذهب أو الفضة، ولكنه كان دون الإيه؟ النصاب عند شراء مال التجارة، عند تملك مال التجارة. كان وقتها ايه؟ هو بنقد او بأحد النقدين، لكن كان وقتها اقل من الايه؟ اقل من النصاب. فإنه يقوم به، يعني بالنقد. لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد. فلو لم يبلغ به، يعني بالنقد، نصابا لم يجب الزكاة وإن بلغ بغيره. يبقى في هذه الصور المذكورة إذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إن ملك مال التجارة بغير نقد البلد الغالب، هذه صورة ثانية. صورة ثالثة، أو ملك أو كان رأس المال الذي ملك به أقل من النصاب عند ليه؟ عند الشراء، عند شراء أو عند تملك مال التجارة. في هذه الصور الثلاثة يقوم به، يعني بالنقد، يقوم به يعني بالنقد الذي اشتريت به،
حتى وإن لم يكن غالب نقد البلد. يبقى إيه؟ فإنه يقوم به أي بالنقد الذي اشتريت به، بنوع النقد الذي اشتريت به، إن كان اشتراها بدراهم بدراهم، إن كان اشتراها بدنانير تقوم بالدنانير، لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد. فلو لم يبلغ به يعني بالنقد الذي ملك به التجارة، فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره. بغير النقد الذي اشترى به. يعني نصاب الزكاة قلنا كان في الدنانير في الذهب 20 ايه مثقال. طيب 20 مثقالا هو اشترى، ملك مال التجارة مثلا بالدنانير، فعند تقييمها في آخر الحول كانت قيمتها مثلا 18 مثقالا، وقيمتها بدراهم الفضة تزيد على الايه؟ على 200 درهم اللي هو النصاب الايه؟ الفضة. فهل تجب عليه الزكاة ام لا؟ لا تجب. ولذلك قال ايه؟ فلو لم يبلغ به يعني بالنقد الذي اشترى به. يعني ايه؟ نفسر الجملة هكذا، اي بالنقد الذي اشترى به مال التجارة نصابا لم يجب الزكاة، وإن بلغ يعني بلغ النصاب بغيره يعني بغير المال الذي اشترى به مال التجارة. واضح هكذا يا شباب؟ طيب نأتي إلى العكس، إلى الصور العكسية. قال أما إذا ملكه يعني مال التجارة بغير نقد كعرض، يعني هو حينما مثلا هو مثلا يتاجر في الثياب في الأقمشة مثلا، فاشترى الأقمشة بعرض من عروض التجارة، قلنا العرض يشمل أي شيء من الأموال ما عدا النقدين. مثلا اشتراها كما يقولون في القديم بالفلوس، الفلوس هذه تطلق على كل على سائر المعادن من غير الذهب والفضة من العملات التي يتعامل بها الناس. يا مثلا ايه هذا مثلا الجنيه الذي نتعامل به، هذا ليس ذهب ولا فضة، فهذا يطلق عليه ايه؟ فلوس. فهو اشترى عروض التجارة بعرض، هذا يسمى في الفقه ايه؟ عرض، لأن النقد عندنا الذهب والفضة فقط في المذهب يعني، ولكن هذا يسمى عرض. فاشترى البضاعة بهذا الايه؟ العرض. قال اشترى أما إذا ملكه بغير نقد يعني بغير أحد النقدين من الذهب أو الفضة كعرض ونكاح، كأن جعله
كأن ملكت المرأة هذه البضاعة التي يتاجر ملكتها كمهر في نكاح. يعني هو عنده مثلا محل أو مكان فيه ملابس كثيرة يتاجر فيها، فذهب وتزوج امرأة على أن كل ما في المحل من البضاعة التي يتاجر بها إيه؟ مهر له. هذا كله إيه؟ من صور التملك بغير الإيه؟ النقد، بغير أحد النقدين، كعرض ونكاح وخلع. المرأة حتى تفتدي نفسها من 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 زوجها، وكانت تملك بضاعة تتاجر بها، قالت له يعني أفتدي نفسي منك على أن يكون لك هذا الإيه؟ هذه الأموال التي تتاجر بها. فهذا أيضا صورة ثالثة. نعم. هل يدخل في الأرض لو يشتري ثياب بثياب آخر مثلا؟ نعم. أيضا حضرتك كل صور التملك بغير النقدين تدخل في هذا الباب. ممكن كان زمان يشتري الثوب بالبيض، يعني إلى مثلا هنا مثلا في مصر إلى 60 أو 70 سنة مضت كانت الأوراق اللي هي النقدية قليلة في أيدي الناس. الآن الأوراق النقدية كثيرة، لكن قبل ذلك كانت قليلة جدا في أيدي الناس. فكان مثلا شيخ القرآن في الكتاب يحفظ الأولاد القرآن في مقابل إيه؟ مثلا كيلو لبن كل يوم. يعني أم الأولاد عندهم مثلا، يعني أعزكم الله، عندهم بهيمة تأتي باللبن فترسل إلى الشيخ كيلو لبن. مثلا عندها الدجاج يبيض فترسل للشيخ مثلا 5 بيضات. هذه أجرة، يعني هذه أجرة تعليم الولد، 5 بيضات، لم تكن الأجرة إيه؟ مال. فكان ممكن يشتري الثياب مثلا بأي عرض، لبن، بيض، شيء من القمح، شيء من البرسيم، يعني هكذا. ايه؟ يعرف عندنا في هذا يعني. طيب، يبقى هنا إذا ملكه بغير نقد يشمل كل صور التملك بغير النقد. هذه أمثلة فقط، كعرض ونكاح وخلع. طيب، حين التملك احنا اتفقنا الصور الماضية كلها تقوم البضاعة فيها بما ايه؟ بما اشتريت به. كلها تقوم البضاعة فيها بما ايه؟ بما اشتريت به. طيب، هذه الصور التي ملك فيها عروض التجارة بغير أحد النقدين، هل نقوم بما اشتريت به؟ قال فبغالب نقد البلد يقوم به. يبقى في هذه الصورة يقوم مال التجارة بإيه؟ بغالب نقد البلد. في الصورة الأولى كانت تقويم فيها إيه؟ بما اشتريت به وإن لم يكن غالب نقد البلد. لكن في هذه الصورة التي تملك فيها مال التجارة بغير أحد النقدين، هنا تقوم البضاعة بإيه؟ بغالب نقد البلد. يعني ننظر مال التجارة، ننظر النقد الغالب إيه؟ هل الدراهم ولا الدنانير؟ الغالب في تعاملات الناس الدراهم أم الدنانير؟ إن كانت الدراهم تقوم الزكاة بالإيه؟ بالدراهم. إن كانت الدنانير تقوم التجارة بالإيه؟ بالدنانير. فإن بلغت نصابا بقيمة الدنانير تجب فيها الزكاة، طالما أن الدنانير إيه؟ هي الغالبة في تعاملات الناس.
وهكذا أيضا الإيه الدراهم. قال فبغالب نقد البلد يقوم به. طبعا يعني اتفقنا ونحن ندرس الفقه لكل زمان ولكل مكان. يعني لا تقل وأنت تدرس هذا أين الدراهم وأين الدنانير وأين، لا تقل هذا، لأننا لا ندرس لزماننا. الفقهاء وضعوا الفقه لكل زمان ولكل مكان. فممكن نجد قرية أو مدينة في العالم الآن لا تزال تتعامل بهذه الصورة، ممكن بالذات البلاد الفقيرة التي يقل فيها النقود المالية. ممكن، وهذا وارد جدا، بعد سنوات يعود الناس إلى التعامل بالدراهم والدنانير. هذا وارد، يعني النقود الورقية الآن الاتجاه في العالم إلى إلغائها، الاتجاه الآن في العالم إلى إلغاء النقود الورقية والاستبدال اللي هو بالفيزا كارت، أو يكون كل التعامل يعني مرتبة كمثلا في الحكومة أو في الدولة، ينزل نقاط في الفيزا كارت، تذهب تشتري بالفيزا كارت، في تدفع كل مستحقات المستحقات التي عليك بالفيزا كارت، هكذا. فهذا اتجاه عالمي لإلغاء النقود الورقية. فهذا وارد، ممكن أن يحدث. فوأنت تدرس لا يأتي في ذهنك أين الدراهم وأين الدنانير. وهو بعضه غير المتخصصين حينما يقرأ في كتب الفقه هذه، يعني تحصل له صدمة عصبية، يعني يحصل له خلل نفسي واضطراب. ما هذا يعني؟ ايه دراهم وايه دنانير وايه كذا، كلام قديم وكلام تراثي. لا، مشكلتك انك لست من اهل الايه التخصص. فونحن نقرا مثل هذا الكلام لا ياتي في نفوسنا ذلك، اين الدراهم، اين الدنانير، اين الابل، اين الغنم، اين البقر. لا، هو موجود ولكن انت لا تراه، او ممكن ان يوجد في المستقبل القريب. قال فلو حال الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب البلاد إليه. اتفقنا، ما تعريف الفلوس إذا قابلتنا في باب الزكاة وفي باب المعاملات؟ هي كل، نكتب هذا التعريف، تعريف الفلوس هي كل ما يتخذه الناس ثمنا من سائر المعادن عدا الذهب والفضة. قلتني كل ما يتخذه الناس ثمنا من سائر المعادن عدا الذهب والفضة. ها، أقول ثالثا أم كتبتم؟ هذا التعريف مهم لأن هذا المصطلح يعني سيقابلنا كثيرا خصوصا في باب المعاملات. قال فلو حال الحول بمحل لا نقد فيه، يعني المحل الذي فيه ويتاجر فيه أهله ليس عندهم نقد غالب، لا دراهم ولا دنانير، لا يتعاملون بالدراهم والدنانير، يتعاملون بالإيه؟ بالفلوس، متخذة من النحاس، من أي شيء غير الذهب والفضة. قال اعتبر أقرب البلاد إليه،
نحن لازلنا في صورة ما إذا ملك بغير أحد النقدين. نعم. لنا لو في آن مثلا أعلي صوتك. في الآن نحن نستعمل نقود ورقية صح؟ هل هذا بمعنى يعني يتغير بنسبة لنقود ورقية؟ يعني أشتري بنقود مصر، لكن أو لو في هذا البلد يستعمل نقود باوند أم دولار أمريكا مثلا، نقوم بدولار أمريكا هكذا أم لا؟ لا، هو التقويم يكون ب ب ب بأموال التجارة بالبلد التي فيها التجارة، بالبلد التي فيها التجارة. هذا ما إذا اشتريت بغير الذهب والفضة، بالنقود الورقية، يكون التقويم بالبلد الذي بقيمة التجارة في البلد التي فيها الايه، التي فيها التجارة نفسها، يعني لا بالبلد التي اشتريت منها. ولو نشتري ببلد آخر، ولو نشتري من بلد يعني تجارة في مصر لكن نشتريه في أمريكا، لابد نستعمل بباوند مصر هكذا. نعم نعم. قال فإن ملكه، يعني مال التجارة، هذه الصورة الثالثة. يبقى عندنا أول صورة ملك مال التجارة بنقد بأحد النقدين، الصورة الثانية ملك مال التجارة بغير نقد، الصورة الثالثة فإن ملكه بنقد وغيره، يعني وهو يشتري مال التجارة كان الثمن الذي اشترى به مثلا نصفه عرض تجارة ونصفه دراهم أو دنانير، يعني اشترى ليه، يعني الصورة الأولى اشترى مال التجارة بنقد خالص، الصورة الثانية اشترى مال التجارة بغير نقد خالص، الصورة التي معنا اشترى مال التجارة بإيه؟ بنقد وغيره، يعني الثمن كان جزء من الثمن دنانير أو دراهم، والجزء الآخر من الثمن إيه؟ عرض من عروض التجارة. ما الحكم؟ قال قوم ما قابل النقد به والباقي بغالب نقد البلد. يبقى هنقسم هنفرق، قوم ما قابل النقد به، يعني بالنقد، هو مثلا اشترى نصف البضاعة بالنقد، ف تقوم نصف البضاعة بالإيه؟ بالنقد. والباقي بالنقد، يعني بالنقد الذي اشترى به. ها؟ بالنقد يعني بالإيه؟ بالنقد الذي اشترى به. والباقي بغالب نقد البلد. واضح يا شباب؟ بالنقد ما قابل النقد، يعني ليه؟ الذي اشترى ايه؟ قوم به، والباقي يعني النصف الآخر بغالب نقد الايه؟ بغالب نقد البلد. قال فإن غلب نقدان على التساوي
وبلغ مال التجارة نصابا بأحدهما دون الآخر قوم به لتحقق تمام النصاب. فإن غلب نقدان، هو الـ 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 احنا هنقوم هذا الكلام راجع الى صورة ايه؟ الى صورة التقويم بغالب نقد البلد. يعني هذا التفريع تفريع على الايه؟ على التقويم بغالب نقد البلد. قال فإن غلب نقدان على التساوي، يعني كان الناس تعاملهم بالدنانير وبالدراهم على السواء، يعني لا يوجد نقد غالب على نقد. وبلغ مال التجارة نصابا، وبلغ مال التجارة نصابا بأحدهما دون الآخر، وبلغ مال التجارة نصابا. نكتب كده يا شباب، اكتبوا هذه الجملة، أي في جميع الموازين، أي في جميع الموازين، لأننا سنحتاج إلى هذه الجملة في الفرع الذي بعده. فإن بلغ نقدان على التساوي، وبلغ مال التجارة نصابا، أي في جميع الموازين. بأحدهما دون الآخر، في جميع الموازين. يعني يعني أنا ذهبت لهذا الصائغ الذي يعني الذي عنده الذهب، و وقمت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبلغ مال التجارة نصابا يعني لو فرضنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا.
الذي يوزن الذي يوزن هل ال 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 الميزان هنا يعود على مال التجارة يبقى في جميع الموازين دي عائد على الدراهم والدنانير. عائد على الدراهم أو الدنانير. نعم. قال فإن غلب نقدان على التساوي وبلغ مال التجارة نصابا بأحدهما دون الآخر. يعني قيمة مال التجارة يبلغ النصاب على حساب الدراهم ولا يبلغها على حساب الايه؟ الدنانير. في حالة اتفاق الموازين على بلوغ القيمة قيمة أحد النقدين، اتفاق الموازين موازين الدراهم والدنانير على وصول مال التجارة لقيمة أحد لقيمة نصاب أحد النقدين، قوم به لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين، وبهذا فارق ما لو تم النصاب في ميزان دون آخر. وبهذا فارق، يعني وبهذا الإشارة عائدة على إيه؟ على قوله لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين. الإشارة عائدة في قوله وبهذا، الإشارة على قوله لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين، يعني على العلة المذكورة. وبهذا فارق، يعني بهذا بهذه العلة، علة التحقق، فارق ما لو تم النصاب في ميزان دون آخر، يعني فلا زكاة، فلا زكاة حينئذ. يعني هذا الرجل الذي يزن الفضة قال هذه الأموال تزن نصاب الزكاة، والرجل الآخر أيضا قال لا، لا تزن. فهنا لم يحصل الايه؟ التحقق، لم يحصل التحقق من بلوغ النصاب في احد النقدين. عشان كده كان لابد من اضافة ايه في الصورة الاولى، اضافة قوله في جميع الموازين،
كان لابد من إضافتها، أو يعني أو تم بنقد، أو تم يعني أو تم النصاب بنقد لا يقوم به دون نقد يقوم به. وبهذا فارق ما لو تم النصاب في ميزان دون آخر، وأيضا ما لو تم النصاب بنقد لا يقوم به فلا زكاة. احنا اتفقنا هذا كله تفريع على صورة الايه؟ النقد الغالب، التقويم بالنقد الايه؟ الغالب. أو بنقد لا يقوم به دون نقد يقوم به، يعني هو بلغ نصاب الزكاة بنقد لا يقوم به، يعني ليس بالنقد الغالب، لكنه لم يبلغه بالنقد الذي يقوم به الذي هو النقد الغالب فلا زكاة. يبقى لا زكاة في هاتين الصورتين، ما لو تم النصاب في ميزان دون آخر، أو تم النصاب بنقد لا يقوم به، يعني بنقد غير النقد الغالب، أو بنقد لا يقوم به، يعني غير النقد الغالب، لا يقوم به يعني غير النقد الغالب دون نقد يقوم به. يعني بلغ بغير النقد الغالب، بلغ ايه؟ مال التجارة، هذا العرض، عروض التجارة هذه قيمتها بلغت ها الزكاة بغير النقد الغالب. يعني مثلا النقد الغالب دراهم، وغير الغالب الدنانير، فهي بلغت قيمة 20 مثقالا، ولكنه كان نقد غير ايه؟ غالب. وبالفضة لم تبلغ قيمة 200 درهم الذي هو نصاب الايه؟ الفضة، فلا زكاة، فلا زكاة. هذا كله تفريع على الايه؟ على التقويم بالنقد الغالب، وهي ما اذا اشترى ايه؟ مال التجارة بايه؟ بعرض. أما إذا اشتراه بأحد النقدين ها فيقوم به وإن لم يكن غالبا. مولانا كيف يكون النصاب تم في ميزان دون آخر؟ اختلاف باختلاف موازين يعني تجار أو سائقي الذهب والفضة، يعني في بعض البلاد ممكن يكون أكثر من ميزان للذهب والفضة، بعضهم مثلا يزن المثقال يزن مثلا الدينار مثلا 4.25 جرام، بعضهم يزن 4 جرام فقط، الدينار 4 جرامات فقط، فتختلف موازين الدينار والدرهم في بلد واحد. في بلاد يكون فيها الميزان ثابت، الدينار 4.25 جرام، هذا ثابت في كل البلد، معتمد في كل البلد. ولكن في بعض البلاد لا يكون فيها ميزانا ثابتا، 4.25 جرام، ممكن 4 جرام و يعني عشر، أو يعني هكذا تكون فروق. فإن اختلفت الموازين لم يتحقق اليقين في أنه بلغ النصاب، لكن إن اتفقت موازين الفضة مثلا أو موازين الذهب وبلغ النصاب على أحد النقدين المتفق على وزنه، هنا تحقق وجوب الزكاة عليه في أحد النقدين. لكن عند اختلاف الموازين ليس هناك تحقق،
حينما تكون هناك موازين مختلفة في بلد واحد، موازين مختلفة للدراهم والدنانير، لقيمة لوزن الدرهم ولوزن الدينار. فإن اختلفت الموازين ولم تبلغ قيمة أموال التجارة أحد النقدين على كل الموازين، فهنا لم يحصل تحقق للوصول إلى نصاب الزكاة فلا تجب، بخلاف صورة الميزان الواحد. وضحت يا شباب؟ نعم. لكن الدكتور للمرة الثانية في عبارة بنقد لا يقوم به دون نعم. لكن مرة ثانية نعيد ماذا؟ بنقد لا يقوم به دون نقد يقوم به. قال وبهذا فارق، قلنا وبهذا التي هي علة الايه؟ التحقق من تمام النصاب. فارق في صورتين، ذكر صورتين. الصورة الأولى ما لو تم النصاب في ميزان دون آخر، هذه واضحة؟ واضح. الصورة الثانية التي لا تجب فيها الزكاة إن وصلت قيمة أموال التجارة قيمة أحد النقدين، قال أو بنقد، يعني أو تم النصاب بنقد لا يقوم به. ما هو النقد الذي لا يقوم به؟ النقد غير الغالب في البلد. احنا اتفقنا أنه لو اشترى مال التجارة بعرض، يعني ليس بنقد، ليس بأحد النقدين الذهب أو الفضة، تقوم الزكاة بماذا؟ بالنقد الغالب في البلد. يا شباب قلنا عندنا أول صورة، إذا اشتري مال الزكاة، مال التجارة، إذا اشتريت أنا عروض التجارة بأحد النقدين، يعني بدنانير أو بدراهم في آخر السنة عند التقويم، أقوم الزكاة بماذا؟ بما اشتريت به. اشتريتها بدراهم نقومها بإيه؟ بدراهم. اشتريتها بدنانير نقومها إيه؟ بدنانير. هذه أول صورة، واضحة أم لا؟ الصورة الثانية، اشتريت مال التجارة بغير أحد النقدين، تحصلت على مال التجارة بعرض، كما قلنا مثل الايه؟ الفلوس النقدية التي هذه الفلوس، قلنا الفلوس هي كل ما سوى ما سوى الذهب والفضة من المعادن، اشتريتها بهذه الفلوس. طيب عند التقويم كيف أقوم الزكاة؟ بإيه؟ بالنقد الغالب في البلد. بالنقد الغالب يعني الغالب في التعامل به في البلد، بالنقد الغالب، ليس لأنها لم تشترى بدراهم أو دنانير. طيب ماذا نقوم؟ نقوم بالنقد الإيه؟ الغالب في البلد. فما نحن فيه تفريع على التقويم وكيفياته بالنقد الغالب. فمن هذه الصور قال لو تم النصاب، لو أتينا بالأموال التجارة بعروض التجارة التي عندي وجئت لتقويمها في نهاية السنة، أموال التجارة هذه أنا اشتريتها بماذا؟ اشتريتها بغير ليه؟ بغير أحد النقدين، يعني اشتريتها بعروض تجارة أيضا، لم أشتريها بأحد النقدين. طيب كيف نقومها؟ قلنا نقومها بغالب نقد البلد. طيب مال التجارة هذا
مثلا غالب نقد البلد دراهم فضة، العملة المتداولة غالبة بين الناس، الناس يتعاملون بدراهم الايه؟ الفضة. الذهب غالبا او الدينار الذهبي غالبا ما يكون نفيس، فيكون وجوده يعني اقل. طيب انا قومت مال التجارة بالفضة، بدراهم الفضة، لأنها هي المتعامل بها في الغالب بين الناس. قومتها بدراهم الفضة، وجدت قيمتها لم تصل إلى النصاب. يعني دراهم الفضة نصابها 200 درهم، وصلت قيمتها إلى 150 درهم. طيب، وقومتها بدنانير الذهب 20 مثقالا، فوجدنا قيمتها بدنانير الذهب قد وصلت إلى 20 إيه؟ مثقالا. يبقى هنا إيه؟ مال التجارة حينما جئنا لتقييمه على الفضة التي هي النقد الغالب في البلد لم تصل إلى نصاب الزكاة بالفضة، وعندما أردنا تقويمها بالدنانير الذهبية وصلنا إلى قيمة الدينار، وصلت قيمة الايه؟ الأموال إلى الدينار. فبأيهما نأخذ؟ نأخذ بالايه؟ بنقد البلد الغالب. يبقى لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، لأنه ايه؟ لم نتحقق من وصول نصاب الزكاة. فهذا معنى قوله أو بنقد لا يقوم به دون نقد يقوم به. قال وإن بلغ نصابا بكل منهما. نحن نتحدث في صورة التساوي، هذا تفريع على صورة الايه؟ التساوي. هو نحن ايه؟ فإن غلب نقدان على التساوي وبلغ مال التجارة نصابا بأحدهما. طيب الصورة المقابلة، وإن بلغ، يعني اتفقنا ان الشيخ الخطيب في بعض الأوقات يذهب يعني للتنزه في بعض يعني حدائقه وبساتينه ثم يعود إلينا مرة ثانية، فاحذروا من رحلات الإمام الخطيب الشربي. يعني هذا السطر الذي ذكره يعني جملة معترضة، فقوله وإن بلغ نصابا هذا مقابل لقوله فإن غلب نقدان على التساوي وبلغ مال التجارة نصابا بأحدهما دون الآخر. يعني هذه الصورة مقابلة، ها، بأن بلغ مال التجارة نصابا بأحدهما دون الآخر. طيب الصورة المقابلة لها إن بلغ نصابا، يعني إن بلغ مال التجارة نصابا بكل منهما، يعني قومنا بدنانير الذهب بلغ تجارة، بلغ النصاب. قومنا بدراهم الفضة بلغ النصاب. طب ماذا نفعل؟ يبقى اتفقنا يا شباب هذه الصورة ايه؟ مقابلة للصورة التي قبلها. ممكن بقى نحن قوله من اول وبهذا فارق إلى قوله نقد يقوم به نجعلها بين قوسين، يعني علامة على أنها جملة إيه؟ معترضة، نزهة من نزهات الإمام الإيه؟ الخطيب رحمه الله تعالى. قال وإن بلغ نصابا بكل منهما خير المالك كما في شاتي الجبران. خير المالك يعني عامل الزكاة يخير المالك، إما أن يخرج
دنانير أو يخرج إيه؟ درهم يخيره. لأن طبعا المعتمد عندنا في المذهب أن الزكاة في مال التجارة تخرج بالقيمة لا تخرج بالعين، يعني لا نخرج الزكاة من عين أموال التجارة، وإنما نخرجها إيه؟ نخرج القيمة، إما ذهب وإما إيه؟ فضة. وإن بلغ نصابا بكل منهما خير المالك كما في شاتي الجبران. كما في شاتي الجبران. أكمل كده الكلام عندك. عندكم إيه؟ كما في شاتي الجبران ودراهمه. خير المالك كما في شاتي الجبران ودراهمه، يبقى خير المالك ودراهمه، يعني خير بينه، يعني يترك له التخيير في دراهمه يخرج من أيها شاء. خير المالك ليس دراهم من مقابلة الشاه، يعني إيه؟ في الجبران بين شاتين و20 درهما في سورة الجبران، خير المالك بين شاتين أو 20 درهما، يعني مقابلة التخيير. لا، خير المالك كما في شاتي الجبران، يعني هذا قياس، كما يخير في شاتي نعم شاتي الجبران ودراهمه. نعم نعم نعم، يعني بين أن يخرج شاه أو دراهم. نعم نعم، أحسن الله إليك. كما في شاتي الجبران ودراهمه، كما خير بين أن يخرج شاة أو يخرج بدلا منها دراهم، يخير هنا بين الإيه؟ بين الدراهم والدنانير. نعم. وهذا هو المعتمد كما صححه في أصل الروضة، وإن صحح في المنهاج كأصله أنه يتعين الأنفع للمستحقين. قال: ويضم في حاجة؟ في سؤال؟ نعم، مولانا أليس يقول أن الواجب أنه يخرج ما اشتريت به؟ لكن ما يقول خير. لا، هو هنا لم يشتري بدراهم أو دنانير. نحن الآن هذا كله في صورة ما لو اشترى بعرض. صورة ما لو اشترى بدراهم أو دنانير الأمر فيها منتهي، على أي حال تقوم بما اشتريت به، لكن كل هذه التفريعات على صورة ما إذا اشترى أموال التجارة بإيه؟ بعرض، لم يشترها بنقد أو بأحد النقدين. يعني الصورة الأولى انتهت، انتهى الكلام فيها، كل ما بعده تفريع على ما إذا اشترى أموال التجارة بغير أحد النقدين. قال: ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول، يعني مال التجارة زاد وربح في أثناء الحول، ف
يضاف هذا الربح الحاصل لأصل الإيه؟ لأصل مال التجارة عند الحساب في نهاية السنة. يعني هو بدأ السنة مثلا بمئة توب قماش، والتجارة في أثناء السنة جعلته في آخر السنة كان عنده 200 توب قماش، فهذه الزيادة التي حصلت تضاف إلى الإيه؟ إلى الأصل، تحسب لأنها نماء هذا المال، فتضاف إليه في الزكاة المال الذي حصل من هذا المال من نمائه. قال: إن لم ينض بما يقوم به. النض من المتاع ما تحول عينا، ما تحول ذهبا أو فضة. النض من المتاع الذي تحول من كونه قماش أو عرض من عروض التجارة إلى إيه؟ إلى دنانير أو دراهم. يعني هو عنده عروض التجارة مثلا قماش، ففي أثناء السنة باع القماش وتحول بدنانير أو دراهم، وتحول إلى دراهم أو دنانير، تحول إلى دراهم أو دنانير في يده، ولم يعني واستمرت معه هكذا. يبقى إن لم ينض أي يتحول، إن لم ينض أي تتحول عروض التجارة إلى إيه؟ دراهم أو دنانير. ينض إن لم ينض بما يقوم به. ما الذي يقوم به؟ الدراهم والدنانير. إن لم ينض أي لم يتحول هذه الأموال التجارية، لم تتحول إلى دراهم أو إيه؟ أو دنانير بالتجارة يعني. معانا يا أمير؟ ها؟ معانا؟ الأمور واضحة أو صعبة؟ معذرة، يعني هو باب الزكاة يعني فيه ثقل، ولكن نحن يعني نحاول ونجتهد، والله سبحانه وتعالى يفتح لنا جميعا. قال: فلو اشترى عرضا بمئتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة 300 زكاها آخره. واضحة؟ يبقى ايه؟ فلو اشترى عرضا بمئتي درهم فصارت ايه؟ ها؟ قيمته. انتبهوا، لم يقل لم تتحول الى دراهم او دنانير، ولكن صارت قيمته. هذه الاموال التجارية التي اشتراها بمئتي درهم قيمتها صارت في نهاية السنة 300 درهم. يبقى يخرج الزكاة على المئتين ام على 300؟ على 300، لأنه قال في البداية إيه؟ ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول. طيب، قال: أما إذا نض، يعني تحول مال التجارة، ها؟ دراهم أو دنانير بما يقوم به، يعني بما يقوم به في غالب نقد البلد، ها؟ في غالب ايه؟ وأمسكه إلى آخر الحول.
يعني هو باع جزءا منه بدراهم ودنانير ولم يشتري عرضا آخر، لم يداول المال، ولكن أمسك بهذه الدراهم والدنانير في آخر ليه؟ لآخر الحول، فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول. يبقى في هذه الصورة فلا يضم، هذه الدنانير والدراهم لا تضم إلى الإيه؟ إلى الحول، لا تضم إلى الأصل في حساب نهاية الحول، بل يزكي الأصل بحوله إن كان بلغ قيمة الزكاة بغالب نقد البلد تجب فيه الزكاة. قال ويفرد الربح بحول، يعني الوقت الذي اكتسب فيه الدراهم والدنانير يفرد لها إيه؟ يحسب لها سنة خاصة، وحينما تمر سنة هذا الربح نخرج عنه الزكاة. يعني مولانا بدأ الحول بأول التربيح، يعني بدأ الحول بأول التربيح، بأول التحويل، التحول بأول من وقت ما تحول أو حول الأموال التجارية إلى دراهم ودنانير، أو حول جزءا منها، أو حول الربح. يزكي هذا الربح، يعني هذا يزكي عنه ولو كان أقل دينارا أو درهم، ولا دينارا أو درهم، ولو كان أقل من النصاب يزكي عنه، لكن يحسب له سنة كاملة. لو يوجد هذا الشهر درهما وشهر مستقبل درهما آخر، هل كل له حول لا لا كل له حوله، كل له حوله. قال ويخرج من ذلك، ويخرج من قيمة ذلك لا من العروض. يبقى اتفقنا ها أن عروض التجارة لا تخرج منها الزكاة، تخرج الزكاة من الايه؟ من القيمة، دراهم أو دنانير. أما إنه ربع لا من العروض، ويخرج من قيمة ذلك لا من العروض ربع العشر. أما إنه ربع العشر فكما في الذهب والفضة لأنه يقوم بهما، وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقة، فلأنها أي القيمة متعلقة فلا يجوز إخراجه من عين العروض. وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقه بالهاء وليست بالتاء، فلأنها متعلقه. فلأنها متعلقه. عندكم هكذا بالهاء؟ متعلقه نعم، لكن مضبوطة بالهاء، بالهاء وليس بالتاء. ها؟ بالتاء؟ لا، هي بالهاء، فلأنها متعلقه أو متعلقه. متعلقه يعني ربع العشر، فلأنها أي القيمة متعلقه يعني ربع العشر.
فلا يجوز إخراجه من عين العروض.